ساكنت مع واحد السيد وقال لي معايا المشكل، هو كان كيقول لي نتزوج به. ودابا بغيت هاد الشيء اللي في كرشي بيت نعطيه لشي حد اللي غادي يتبناه. سيدنا الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة إنسكان، ومع أم عزيبة اللي حملت من شاب وتخلى عليها لظروف ما. واليوم بغات توجه نداء لشي عائلة اللي ما عندهمش وليدات وبغاو يتبنوا الجنين ديالها. كي دايره؟ لاباس؟ بخير الحمد لله. كي دايره؟ بخير، لاباس عليك. بغيتك تعاودي لي القصة ديالك. القصة كنت مع واحد السيد وقال لي معايا المشكل، هو كان كيقول لي نتزوج به، فاش حملت معاه صافي ولا كيضرب. انت ديجا طلقتي وعندك جوج وليدات؟ مطلقه وعندي جوج الوليدات. شحال في عمر وليداتك؟ البنت دابا عندها 16 عام، الدري 10 سنين. ودابا بغيت هذا الشيء اللي في كرشي بيت نعطيه لشي حد اللي غادي يتبناه. واخا نبداو القصه من الاول، كيفاش تعرفتي على هذا الشاب؟ تعرفت عليه عادي. صافي بديت كنخرج انا وياه، هو سميتو قال لي نتزوج بك. كان وعدك بالزواج؟ اه وعدني بالزواج. صافي ضربت معاه تقريبا شي عام، عام ونص دابا فاش وقع الواقع. صافي وبدا كيضرب. ولكن عام ونص وانت كتخرجي معاه؟ اه صافي وقع الواقع. كيفاش دازت هاد عام ونص كلها بيناتكم؟ داز زوينه وتايقه فيه. كاين حب والغرام؟ اه تايقه فيه، هو سميتو ساعه. هو كان كيمارس معاك طول المده ديال عام ونص؟ اه. وشنو المشكل؟ ما كنتيش كتستعملي موالي الحال؟ لا كنت كنستعملو، واني راه الكينه لعبات بيا. كيفاش لعبات بيا؟ يعني ما شدتش فاش كليتها ما صدقاتش ليا. صافي وقع الواقع. وملي حملتي؟ صافي ملي نهار عرفتي راسك حامله، كيفاش تصرف معاك هاد السيد؟ قلت هالي تصرف معايا عادي. قال لي صافي ماشي مشكل، وسميتو صافي. دابا انا بغيت غير شي عائله محترمه وكتخاف الله، واللي غادي تبنى هاد الوليد ولا بنيه. صافي داكشي اللي بغيت انا. شنو اللي خلاك ما تحتفظيش بهاد الوليد ولا هاد البنيه؟ العائله دا سميتو الوقت ضعيفه، ما كاين والو. يلا تكفيت مع هاد جوج الوليدات. وعلاش با وعلاش با ما غاديش يتحمل المسؤوليه؟ لا ما كنظنش. اشنو كيقول لك هو؟ هو قال لي نحيده. تخلصوا منه ديروا الاشهاد. اه وانا ما بغيتش نحيده. شو اللي خلاك ما تحيدهش؟ خايف الله. خايف الله. سمحي لي، اللي كيخاف الله راه ما غاديش يزني في الحرام. ايوا هذا الشيء وقع غلط، درت الغلط، غلطت. ايوا صافي وقع عندي ما ندير. ندمتي على هذا الغلط؟ ندمت على هذا الغلط اللي وقع، ندمت عليه. ولكن انا اللي بغيت نعرف واش كاينه شي ام تقدر تسمح في الكبده ديالها؟ راه الوليدات راه الكبده ديالنا. وراه ما قدرتش نسمح فيه، ولاني راه جابتها الوقت. ما عندي ما ندير، غنشوف انا الدري غادي يتزاد غيتكرفص. انا براسي راه مكرفصه مع هاد الوليدات، حيت الحاله ضعيفه، والو ما كاين والو. هو نجيب هاد الدري هذا حتى هو يتكرفص معايا؟ هادو اللي عندي مره مغدين مره ما مغدينش، مره الحاله ضعيفه. انا راه ما كرهتش نشدو ونكبرو، وين راه الوقت والو كاريه. ما حيلتي للكره، ما حيلتي للولاد، ما حيلتي وكلشي دابا غلا. هادشي هو اللي كان. انت باقا في تواصل مع باه؟ باقا كتواصلي؟ باقا كتواصل معاه. هو ما بحماه شي مرحله ديال لا لا لا. صافي ملي عاودت ليها سميتو ولا كيهضر معايا في التو. دابا هو ولا كنصوني ليه، مره كيجاوبني مره ما كيجاوبنيش. ايوا هادشي اللي كاين. واش كان كيعاونك هاد السيد في الحياه، ولا شنو اللي خلاك تعلقي به وديري تمارسي معاه بهاد الطريقه وهاد العفويه انك توصلي لهاد الدرجه اللي وصلتي لها اليوم؟ دابا هو كان كيقول لي نتزوج بك. كنطمن بالزواج. كنقول له ما نتزوج ونجمع وليداتي ولا نبقى سميتو حنا ضايعين. ساعة هو ما صدقش. ولكن سمحي لي، اللي بغاك في الحلال راه غيجيك من الباب، ماشي يجيك من السرجم، ماشي يديك يمارس معاك شي حوايج اللي داكشي اللي خالفوا الدين ديالنا، اللي ما رضاش عليه، اللي ما يرضاش عليه سيدي ربي. اللي بغاك راه غيجيك يبغيك في الحلال. داكشي اللي راه تما فين غلطت انا، تما فين درت الغلط. انا غلطت درت الغلط. ايوا صاي داكشي اللي وقع. راه شنو هو النداء ديالك اليوم؟ النداء ديالي هي نشوف شي عائله اللي كتخاف الله ومحترمه وكيصليو وكيعبدو سيدي ربي،
يشوفوا هاد الدري هذا ولا بنيه اللي عندي. مازال ما عرفتيش واش انا باقي ما عرفت واش دري ولا بنت. يشوفوه الا بغاو يتبناوه. انا ما بغيت منهم والو، انا ماشي بغيت نبيع ولدي ولا بنتي ولا، انا ما بغيت منهم والو، بغيتهم غير يتبناوه. ولكن واش هاد الوليه تقدري تبقاي تشوفيه فاش غيكبر ولا؟ ما نقدرش. علاش ما نقدرش؟ حيت انا بغيت نعطيه في السبيطار، حيت الا جاب الله انا شتو انا ما بقيتش غنقدر نعطيه. ما بغيتيش تشوفي نهائيا؟ انا ما بغيتش نشوفه نهائيا، يعني هادو اللي غادي يديو يديو في السبيطار. ولكن واش ضميرك غير ارتاح؟ واخا ما غاديش نرتاح، ولا اني ما عندي ما ندير، حيت صعيب تنسي الكبده ديالك. ما عندي ما ندير، يلا قولي لي شنو غادي ندير، اعطيني شي سميتو وانا غير كاريه و... حنا كنعرفوا ان القطه وكتهز وليداتها هذا الدمري والضبي تمر على ودي داك الولد، ما يمكنش تسمحي فيه. راه ان الحرام وقع، الغلط وقع، ما غنزيدوش غلط على غلط. نهار يكبر داك الولد يقلب على الام الحقيقيه ديالو، يقلب على الاب ديالو، كيفاش بغيتي يعيش؟ راه هادشي علاش وليداتنا دابا راه الاكثريه ديال الناس اللي متبنيين راه كيكبروا معقدين، كيقلبوا على الاباء البيولوجي. انا هادو اللي غيدي، ما فكرتيش في هادشي؟ انا هادو اللي غيديو نهار يكبر الولد، قال لهم امي يجيبوه ليا، انا غنعطيهم العون، العنوان ديال الدار ديالنا، ونعطيهم لاكارت ديالي وسميتو يجيبوا ليا، يشوفني ويشوف مو، من حقه يشوف مو. اها، والعائله ديالك دابا كيفاش تقبلوا الموضوع؟ لان على ما اظن ان العائله ديالك عارفينك بلي انت حامله. يا خواتاتي عارفين. كيفاش تقبلوا هذا الموضوع؟ ما تقبلوهاش، ولا ما عندهم ما يديروا. اش غيديروا ليا؟ ما عندهم ما يديروا، داكشي اللي وقع وقع. صافي ما عندك ما دير. صافي داكشي اللي وقع وقع، اش غادي ندير؟ يلا قولي لي شنو غادي ندير. بزاف ديال البنات دابا كيمشيو كيديروا الاجهاض، كيمشيو كيقتلوا، كيتولدوا كتلوحوا في الزنقه، كتلوحوا في الطرد الزبل. انا ما بغاش ندير داكشي، انا بغيت نشوف الناس اللي محترمين وكيخافوا الله، هما اللي بغيتهم يجيو عندي. شحال باش حامله دابا؟ دابا عندي 3 شهور. بقات لك 6 شهور. اه انت بغيتي تعطيه لشي واحد اللي ما كيولدش؟ شي واحد اللي ما عندوش الوليدات، اللي ما عندوش الوليدات وخايف الله واللي غيتهلا فيه، واللي غيتهلا فيه. انا ما بغيت منهم والو، ماشي بغيت نبيع ولدي. انا ما هضرش باش نقول لكم بيت، انا ما باغاش نبيعو، ما باغاش نعطي. هذيك الا قلتي غنبيع؟ لا، ما باغا، ما باغا حتى شي حاجه، ما باغاش. بغيت انا الناس اللي ما عندهمش الوليدات وخايفين الله وكيصليو وكيعبدوا سميتو يكبروا هاد الولد هذا ولا بنيه، ويديروا فيه بحال ولدهم. بغيتي يضمن مستقبل ويعيش في التكرفيس؟ ما يعيش في التكرفيس اللي انا عايشه فيه. انا راه عايشه مكرفصه، مكرفصه لا انا لا وليداتي، وهذا الشيء هو اللي كاين. ولا ولدتي هاد الوليد غتعاودي نفس الغلط مره اخرى؟ لا لا، ما مستحيل باقي نعاود. وليداتك الاخرين عارفينك بلي انت حامله؟ لا ما عارفينش. ما تقدريش تواجههم؟ ما نقدرش. شنو اللي خلاك ما تواجههمش؟ ما بغيتهمش يضيعوا، غيتعقدوا، خصوصا البنت عندي عندها 16 عام، تسيق امها بلي هي حامله، راه غتجي ناقصه. صعيب الحال. صعيب، ما نقدرش. انت دابا كتالمي لداخلتي. داكشي اللي كاين، انا اصلا معذبه معذبه، الناس ما كنشوفوش. النعاس كان ما كنعش، ما كنشوفش النعاس كي داير. وغتزيدي عذاب على عذاب ملي غتسمحي في هاد الكبيده ديالك. ما عندي ما ندير، ملي انا كرهت، ما كرهتش نهز ونكبرو حتى انا حدايا، وما ما قدر، ما كرهتش. لان هاد الجنين، هاد الوليد اش يذنبو؟ ما نتوما جوج الناس راشدين وغالطين، راه هو ما عنده حتى شي ذنب هذا الوليد، ما عندوش حتى شي ذنب انه يعيش حياه بعيد على الاباء ديالو البيولوجيين، ولا يكبر ويتعقد. راه ما عنده حتى شي ذنب، راه ما عنده حتى شي ذنب. حنا غلطنا، انا درت الغلط، انا غلطت، ويني راه مابقى عندي ما ندير. الاب رافض صافي، ولا كيتهرب، ولا البارح كاع كنت كنصوني ليه دابا شحال شي سيمانه دابا وانا كنهضر انا وياه، البارح واليوم التليفون ديالو طافي، كنصوني ليه لقيت التليفون طافي. باقي كتحسي بشي حاجه من جهته؟ ما بقيتش كنحس. صافي، ما بقيتش كنحس بشي حاجه من جهته. واش صافي؟ واش الحب هو اللي عملك البصيره؟ داكشي اللي كاين. شنو تبغي تقولي ليه؟ والثقه، حيتاش انت عارفه انه غيكون كيتفرج فيك، شنو تبغي تقولي ليه؟
كنقول لي انا ما كنسمحش ليك، ما كنسمحش ليك حيت دايره فيك الثقه وثيقه فيك، وقلتي لي غنتزوج بيك وفي الاخر تخليتي عليا، انا ما نسمحهاش. كان كيديك عنده للدار؟ كان كاري في البطوان. وكنتي كتمشي عنده يوميا؟ لا، مره في السيمانه. مره في السيمانه كنكون معاه. كان عادي بالنسبه لك؟ لانني بغيت نتزوج بك راه ما دوش جوجك عام ونص، نقولوا شهر نقولوا ماشي مشكل، ولكن عام ونص راه بزاف، راه باينه انه راه غير كيتفلى عليك داكشي اللي كاين. وانت راه مرات تبارك الله كبيره، عندك جوج وليدات راشده، فما يمكنش انه واحد يتفلى عليك بهذه السهوله. هي المراه راه دغيا كتيق، اي مراه تكون صغيره تكون كبيره تكون سميتو راه دغيا كتيق. العيال ناقصك حنان بزاف، هو اللي خلاك دير هادشي. لقيتي فيه الحنان اللي ما لقيتيش واحد اخر. داكشي اللي كاين، ربما عشتي شي تجربه قاسيه هي اللي خلاتك دير هادشي. داكشي اللي كاين. وفين غتولدي هاد الوليد؟ في اكادير ولا في شي مدينه اخرى؟ لا، نولدو في اكادير. واش بغيتي هاد الناس اللي تبناو هما اللي تكلفوا بالمصاريف، ولا انت غتكلفي بالمصاريف وغتكلفي بكل شيء؟ انا ما عندي باش نتكلم، ما عنديش، انا هي كاريه دابا، ما اش غنقول مع امالي نضاي الا ما خرجونيش للزنقه. الا ما خرجوني للزنقه وانا في هذه الحاله هذه، ما كرهتش يصرف عليا حتى نتنفس حتى نوقف على رجليا. بغيت انا في هاد الناس اللي ولو كاع انا نتكرفص ما عنديش مشكل، غنطيح ونوض ونطيح ونوض حتى نولدوا، ما عنديش فيه مشكل. انا اللي بغيت في هاد الناس هادو، بغيت الناس يكونوا محترمين وكيخافوا الله وما عندهمش الوليدات، هادو واللي غادي يشدوا هاد الجنين هذا يربيوه ويعلموا ليه الصلاه ويعلموا ليه العباده ويعلموا ليه يخاف الله. هادو هذا الشيء هو اللي بغيت انا في هاد الناس. 07 19 14 89 80. ما هي النصيحه اللي تبغي تقدمي للبنيات اللي ولاو كيتيقوا في الدراري اللي كيمشيو في هاد الطريق؟ شنو هي النصيحه اللي تبغي تقولي لهم؟ الثقه ما بقاش، الثقه ما يتيقوش لا في العيالات الكبار ولا في البنات الصغيره الصغار، ما تيقوش، راه الثقه راه ما كايناش، ولو كاع يقول لك نتزوج بيك واسميتو راه غير غيلعب بيك غادي يلوحك للزنقه.